طيب نروح لترند الاهلي ونشوف اهم وابرز الاخبار اللي اتكتبت على السوشيال ميديا عن النادي بالتحديد، ونبتدي بالوطن سبورت واللي قال لك ايه عاجل الحق ايه ده خمس اصابات في الاهلي قبل مواجهه بيراميدز غدا في الجوله 11 من الدوري. طب مين الاصابات يا جماعه؟ اكرم توفيق، مصطفى شوبير، طاهر محمد، طاهر بيرسي، توه، حسام حسن. ده المكتوب في الخبر. هل في جديد في الموضوع؟ اصل عاجل دي خضتني بصراحه، يعني مع كامل احترامي طبعا، لكن اكرم معروف اصابته خلاص، اصابه طويله للاسف الشديد، قطع في الرباط الصليبي. مصطفى شوبير عرفنا موضوع الغضروف، هو مش حارس اساسي النادي الاهلي، بس طبعا اصابه اكيد يعني نتمنى عودته منها سريعا. طاهر محمد طاهر بقاله شهر متصاب، بيرسي تاو كذلك، حسام حسن هو تقل تقريبا في العضله الخلفيه فمش موجود وجاهز لهذه المباراه. لكن مفيش جديد، يعني انا قصدي ان مفيش اصابات جديده، عشان لكن هي دي بتبقى سياسه او مدرسه في موضوع العناوين بالتحديد، عشان وده بيحصل يعني عشان تجذب القراء لقراءه الخبر يعني. طيب تعالوا نخش على خبر اخر من حساب في الجول، مصدر من بيراميدز اللي في الجول قالوا ان احنا طلبنا استخدام حكام اجانب من مباراه الاهلي قبل 10 ايام، واتحاد الكره اختارنا بالموافقه على ذلك، وقمنا بسداد المستحقات المطلوبه. انا مع القرار ده بصراحه، يعني دي حاجه ايجابيه ان يكون في حكام اجانب لمباراه الاهلي وبيراميدز، ده مهم جدا، لان احنا بصراحه بنشوف الاخطاء متكرره جدا، واحنا بقى لنا سنتين ثلاثه في القصه دي مش عارفين نخلص منها. جبنا خبير اجنبي مش نافع لحد دلوقتي، او يعني عايزه برضه عشان ابقى واضح وامين جدا، الاخطاء قلت نسبيا لكن هي موجوده. هتقول لي ما هو لازم يبقى في اخطاء، هقول لك بس مع الفار ما بنشوفش اخطاء بره، يعني نادرا لما اخطاء تكون متتعلق بالفار في البطولات الاوروبيه او في اي كاس العالم شفنا. هتقول لي التقنيه مختلفه، ماشي، دوري انجليزي كذلك، اي دوري بتتفرج عليه الفار بيدخل بيطبق العداله فعلا، مش بيترسم فيه الخطوط غلط، او مش النقط عشان تحط عليها الخطوط او المكان اللي انت تحط فيه النقطه عشان يترسم عليه الخط مش بيتحط غلط، الامور بتشتغل بمنتهى الاحترافيه والمهنيه والادراك لكيفيه استخدام تقنيه الفار. احنا عندنا هنا مشكله، اتمنى بصراحه يعني الاهم من الحكم الاجنبي يكون جاي بالطاقم الكامل بتاعه، الطاقم الاجنبي كمساعدين وكفار، الفار اهم. فالماتشات اللي زي دي انا بصراحه مع القرار ده، انا بصراحه مع القرار ده. هو لحد دلوقتي رغم ان المباراه بكره محدش اعلن عن مين هو الحكم، في تقارير بتقول اللي هو حكم نهائي كاس عالم ما بين فرنسا والارجنتين اللي هو مارتينياك الحكم البولندي، رغم ان هو ارتكب اخطاء باعترافه هو في هذه المباراه من 3 4 ايام، طلع واتكلم انا ارتكبت بعض اخطاء في نهائي كاس العالم، بس من وجهه نظره اخطاء غير مؤثره. لكن اعتقد مثلا ضربه الجزاء بتاعت دي ماريا على ما اتذكر ما كانتش ضرب او مشكوك جدا في صحتها، ففي كل الاحوال ماشي، خلينا نشوف الامور هتمشي ازاي. طيب تعال نروح لخبر اخر عكس بقى الخبر ده، قال لك ده من الوطن سبورت، هم الناس بيقولوا من خلال اجتهادهم ومصادرهم ان في صعوبه في استخدام حكم اجنبي للقاء الاهلي وبيراميدز بسبب الكريسماس. وارد، بس بما ان بيراميدز بعته من 10 ايام فاتوا فاكيد كان حصل تواصل من 10 ايام، ففي كل الاحوال المفروض يكون في قرار نهائي، لكن خلال ساعات اكيد هيتم الاعلان الرسمي بخصوص هذا الموقف وحكام مباراه الاهلي وبيراميدز. هذه المباراه الهامه جدا غدا في بطوله الدوري. نروح للمصري الرياضي، المصري الرياضي عفوا، الاهلي يحسم اول صفقتين في الميركاتو الشتوي. اكيد الناس شغاله، اكيد الناس بتحاول تدعم صفوف الفريق، خصوصا بعد ما يعني وضح جدا جدا كولر في المؤتمر الصحفي الاخير بتاع ماتش سيراميكا. لكن بغض النظر عن الاسماء، اكيد مش هنتكلم على الاسماء هنا، لكن في كل الاحوال احنا منتظرين الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي، وده بعتقد ان هو قريب مش بعيد، لان انت في كل الاحوال برضو عايز تدعم صفوفك بشكل جيد وبشكل مبكر في يناير عشان تقدر توصل لكاس العالم وانت جاهز، ويكون في نوع من انواع الانسجام النسبي على حسب كم الصفقات او عدد الصفقات اللي ممكن يبرمها النادي الاهلي. فخلينا ننتظر برضو ونشوف، لكن المؤكد من خلال الخبر ده ان الاهلي فعلا بيسعى للتعاقد مع بعض الاسماء، ده امر مؤكد. طيب نروح لخبر اخر، وده من حساب الاهلي او موقع الاهلي دوت كوم، واللي بيتكلموا على ان مشاري بوف خارج حسابات الاهلي. وبالمناسبه هو اللاعب كان اقترب بشكل كبير جدا من انضمام النادي الاهلي في الصيف اللي فات، لكن كان عنده اصابه هي اللي عطلت انضمامه للنادي الاهلي. خلال الايام اللي فاتوا الناس كانت بتتكلم على ان ممكن مشاري بوف يدخل حسابات النادي الاهلي تاني، خصوصا بعد ما استقدم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو فاستغنى عن بعض اللاعبين الاجانب في صفوفه، ومنهم مشاري بوف هو اعتقد لاعب حر دلوقتي. فالله اعلم برضو يا جماعه، كل شيء وارد، يعني ما اقدرش اقول لك ان هو الخبر ده صح او غلط، ده اجتهاد من الاهلي دوت كوم، وارد يكون صح وارد ان يكون غلط، لكن خلينا نترقب ونشوف هل مشاري بوف ممكن يجي النادي الاهلي ولا لا، الله اعلم. نروح ليلا كوره،
وبيقول لك عاجل نتطلع لمواجهه الاهلي. اوكلاند سيتي ينفي يلا كوره انسحابه من كاس العالم للانديه. ويمكن طلع امبارح كده دوشه يعني حصل يعني كلام كتير قوي امبارح ان الحق اوكلاند سيتي انسحب من كاس العالم للانديه وممكن بقى مين الانديه اللي تدخل مكانه. طب لا احنا احق لا لا احنا اللي ممكن نروح لا احنا مش عارف خدنا بطولات اخر كام سنه فحقنا ان احنا نلعب. كلام من هذا القبيل يعني بدون العوده لاي حاجه تتعلق بلائحه البطوله. لكن المؤكد ان اوكلاند موجود في كاس العالم ودي تصريحات طبعا على لسان مسؤولي بالتحديد واللي اكدوا ان هم هيكونوا موجودين في كاس العالم بشكل طبيعي جدا وان هم بيستعدوا لهذه البطوله. وده كان رد كمان مدير المركز الاعلامي لنادي اوكلاند على استفسار من يلا كوره عن حقيقه انسحاب الفريق من مونديال الانديه. قال تستمر الاستعدادات لفريق اوكلاند لخوض كاس العالم للانديه على المسار الصحيح. النادي يتطلع الى مباراه الاهلي يوم 1 فبراير. الناس موجوده يعني في المغرب وهو اسمه واتسون اتم تصريحاته قال الفريق هيعود للتدريبات في غضون ايام قليله ويخوض 3 مباريات وديه قبل المباراه الافتتاحيه للبطوله. اذا اوكلاند سيتي موجودين في كاس العالم وهيلعبوا النادي الاهلي في اول مباراه في البطوله يوم 1 فبراير بعد شهر من دلوقتي بالتحديد. ماشي خلينا نروح لخبر اخر وده من كوره 11. وبص بقى عشان الخبر ده محتاج تعليق شويه. قال لك كولر يجري غربله مدويه في صفوف الاهلي. السويسري يضع على طاوله مجلس الخطيب اسماء 10 لاعبين من نجوم الفريق من اجل الاستغناء عنهم في ميركاتو يناير. حته يا جماعه الاستغناء عن 10 مره واحده ده امر مش مطروح. يعني انا بقول لحضراتكم مفيش حاجه اسمها كده. ان انت تستغني عن 10 لاعبين فترة انتقالات شتوية في موسم مليء بالبطولات والتحديات المختلفة فده أمر غير مطروح. لكن هم هنا بيتكلموا على مين؟ أنا حسام حسن محمد محمود زياد طارق. محمد محمود زياد طارق طبقا لكل المؤشرات هم أقرب 2 للرحيل عن النادي الأهلي. حسام حسن ربما الله أعلم برضو القرار النهائي بما أننا برضو إيه لازم نكون بنتأكد من أو لازم نكون بنقول لحضراتكم معلومة دقيقة. لكن كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان هم أصلا مقيدين تحت السن وبيلعبوا مع فريق الناشئين يعني فريق الشباب في النادي الأهلي. ففكرة ان هم يتم بيعهم ده امر برضو غير وارد بالمرة. محمد فخري ربما عمار حمدي انا بقول لحضراتكم 99.9 من 10 موجود مع النادي الاهلي لانه الراجل مبسوط منه جدا. تمام قال لك مين تاني مصطفى سعد هنترقب الموقف بالنسبة له. أحمد نبيل كوكا من الوارد محمد مغربي من الوارد. بس لو تبص على الأسماء اللي موجودة يعني هي أسماء كلها مش أساسية مع الفرقة فبرضه لما تقرأ خبر زي ده كده قبل ما تقرأ الأسماء تتخض تقول 10 لعيبة دي احنا هنغير الفرقة بشكل كامل وده ما فيش أي نادي بطل بيعمله بالتحديد في نص الموسم ولا حتى قبل بداية الموسم. ففي بعض الأحيان العناوين هي اللي بتشد يا جماعة بس احنا لازم نوضح لحضراتكم الأمور اللي زي دي. يلا كورة بيتكلموا حسام الرسمي على تويتر ان الاهلي يستعد للاعلان عن راعيين جديدين. هنشوف وارد جدا خلال الايام اللي جايه نسمع عن اخبار جديده تكون سعيده بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. والامور اللي زي دي يا جماعه اللي منوط بالاعلان عنها هو النادي من خلال قنواته الرسميه المختلفه فخلينا نترقب ونشوف الوضع هيكون ايه. خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل ثانيه مهمه استنونا.